الشمس. أول ما تغيب الشمس ده وقت صلاة المغرب. وهنتلاقي كده لما تغيب الشمس نطلع بره كده هنتلاقي حاجة حمراء في السماء، ده اسمه الشفق الأحمر. هذا الشفق الأحمر طول ما هو موجود ده وقت صلاة المغرب، يبقى وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم.